بص يا صديقي، احنا بقينا اصحاب من فتره. فبص يا عزيزي، انا قبل الجون مباشره انا عمال اقول له يا عم غير رياض بقى، ضيع كورتين الشوط الاول، حرام على غير رياض يا عم. طب بص، غير في الفود، طب اعمل اي حاجه، لحد ما لقيت كيفن دي بروين قطع وراح وجري وبصل رياض، ورياض جاب جول. الله عليك، انا عمال اقول لك ما تغيرش رياض، بقالي زمان. عاش رياض، عاش رياض. اللي هو احساس غريبه قوي، انت بتحس ان الدوري بيروح الشوط الاول. الدوري كان بيروح الشوط الاول، الشوط الاول اي حد اتفرج عليه شاف فرقه جراهام بوتر واقفه دفاعيه مميزين جدا بال 3 5 2، شاف ان فرقه مانشستر سيتي بيعانوا، شاف ان حتى ومانشستر سيتي بيعمل ضغط عالي على لعيبه برايتون اثناء ما هو بيحضروا الكره من تحت وبنقطع، والكره بتيجي من رياض محرز، بنلاقي ان كاسيدو رجع وخدها من رياض، اللي هو حتى رياض مش عارف يسجل النهارده. لا ده الموضوع صعب بقى، والموضوع ممكن يروح معانا لحته ان احنا نتعادل النهارده، وسيتي لو كانت عادل كانت هتكون كارثه حرفيا، لان من اكتر الماتشات اللي فيها مشاكل بالنسبه لمانشستر سيتي ماتش النهارده ضد برايتون وماتش ويست هام وماتش استون فيلا. ماتش النهارده ضد برايتون لو الفرقه عدت منه خلاص انت عديت مطب كبير، المطبات اللي جايه صعبه، مطب واستون فيلا ومطب ويست هام، فان انت هتتشنكل في اول مطب الموضوع هيكون صعب جدا ومرهق جدا. لحد ما الشوط الثاني ما بدا، وطبعا انا نسيت كل الكلام بتاع الناس اللي قالوا بي ان سبورت اللي هو ان السيتي صعب ان هو يسجل والكلام ده، لان ان شاء الله باذن الله خير وهنقدر ان احنا نسجل. لحد ما كيفن دي بروين ما بيقطع وبيروح، يلا يا كيفن بقى، يلا يا كيفن، يلا يا كيفن. ببص لقيت كيفن عمل اسيست جميل جدا لرياض محرز، يلا يا رياض بقى، يلا يا رياض. وفعلا رياض راح حاطط واحده في الجون اللي هو الله الله. خش على تويتر تلاقي الناس بتقول لك اصل الكوره خبطت، يا عم خبطت، ما ليفربول كانوا بيجيبوا جوان اسوء من كده بكتير، ومع ذلك كان الموضوع بيبقى ابداع بالنسبه للعيبه. اشمعنى يعني جت على يتامى دول وخلاص الكوره خبطت وحز غير طبيعي؟ اللي هو ايه يا عمي، في ايه؟ ده الموسم اللي ليفربول خد فيه الدوري الكوره كانت بتطلع فوق العارضه وتنزل للعيبه ليفربول، جت على يتامى دول واول ما جبنا جون خلاص يعني معايير كره القدم وكل المنطق بتاعها هيتغير عشاننا. ايه يا عم الافتراء، ما تبطل افتراء يا صاحبي، عيب عليك بجد. في ايه يا عمي؟ ما عندناش جمهور، بس ربنا هيكرمنا ويبقى لنا جمهور. رياض محرز الله يبارك له مخلي فيه شريحه كبيره متابعه اخبار مانشستر سيتي، ورياض للامانه سجل هدف جميل وبعد كده عمل اسيست اجمل لفيل فودن، فيل فودن اللي شاط وبالصدفه يعني خبطت وراح الجول. اسكو صدف يا عزيزي، عادي يعني، ما كنا منحوشين الماتشات اللي جت على الماتش اللي هيبقى فيه شويه بخت حلو وباصص لي فيه. ايه يا اسطى، ما تسلك شويه، اسلك شويه، حرام عليك. ما تحسنيش ان ليفربول دول مركز شباب بني عبيد ومانشستر سيتي فرقه بتلعب في انجلترا، اما توحد الله يا صاحبي وتعدي الموضوع كده يعني. مانشستر سيتي يستحق ان هو يكسب النهارده، حتى لو ما استحقش ان هو يكسب، هل برايتون استحق ان هو يكسب لمجرد بس ان هو عامل جيم دفاع كويس؟ يعني هل برايتون راح على مرمى ادرسون مرايش وقدر ان هو يضيع، وقدر ان هو ادرسون مرايش يتالق واحده والثانيه والثالثه؟ هل برايتون عمل كده؟ لو قلت لي برايتون عمل كده وادرسون صد كوره في الدقيقه كذا انا هحترمك، مع اني اتفرجت على الماتش كله شايف ان ادرسون ما كانش بيعمل اي حاجه غير ان هو حرفيا بيوقع قلبي اول ما الكره ترجع له وبيستنى حد يقطع لها عشان اشوف حد يفتح له مساحه. دي اللي اصلا كنت بشوف فيها حارس المرمى بتاعي، انما غير كده انا كنت عامل وان سايد جيم، غير كده لعيبتي كانت بتضيع الشوط الاول. رياض ربنا كرمه مسجل لنا الهدف الاول وفتح لنا الجيم، وبعد كده عمل اسيست تاني اللي هو والله رياض هذه العظمه ما ينفعش ان هي تنتهي بغير ما ناخد الدوري، والله العظيم بجد يا جماعه حرام اللي بيعمله رياض محرز ده ما ينتهيش ان السيتي ياخد الدوري ورياض ياخد احسن لاعب في الدوري ده. اه والله بتمناها جدا، بتمنى ان رياض ياخد احسن لاعب في الدوري الانجليزي السنه دي، لان شايف ان سيتي لو خد الدوري رياض محرز هيكون واحد من اكتر اللعيبه اللي ساهموا في الدوري ده. كيفن النهارده عمل مباراه اسطوريه، رغم ان كيفن بيتقال ان هو عنده مشاكل في رجليه وان هو مش سليم 100%، رغم كده كيفن عمل مباراه عظيمه جدا. برناردو عمل مباراه كويسه جدا، والهدف الثالث ده كان يستحقه لان هو عمل مجهود مميز جدا النهارده. كاي جاندوجان عمل مباراه سيئه جدا، ناس ان ايكاي انا كنت مستغرب ان ايكاي قعد دقيقتين كاملين مش لاقي حد يلعب له اوت، فكنت مستغرب جدا من اللقطه دي، بس الحمد لله رب العالمين. ربك اراد ان سيتي يكسب النهارده، ربك اراد ان احنا نكمل في مرحله الموسم الصعب جدا بالنسبه لنا ده، ونتمنى ان احنا نقفل الموسم على دوري وعلى دوري ابطال اوروبا. مباراه عظيمه جدا، مباراه كان بطلها رياض محرز، لان هفضل دايما تاني وتالت ورابع اقول سيتي لو خد الدوري ده رياض محرز هيكون هو النجم الاول دي، وهيكون هو اللي يستحق بقوه ان هو ياخد احسن لاعب في الدوري الانجليزي. ندعي كلنا نقول يا رب سيتي ياخد الدوري، وبعد كده ندور بقى على موضوع احسن لاعب في الدوري الانجليزي، مش هنقعد نتخانق من دلوقتي، ان شاء الله سيتي ياخد الدوري وبعد كده يحلها ربنا. بس هرجع تاني وتالت ورابع اقول لك رياض بيقدم عظمه السنه دي.